وبذلك يزداد قربا من الله في امتثال أمره. وخرج وهو يشعر مع فرحه بعظمة المنة بخوف من أن يكون العلم حجة عليه يوم القيامة، فخرج بهذا المعنى وحفظ ما تعلم، وخرج وهو يطالب نفسه بالعمل، ومع مطالبة نفسه يطالب من له عليه ولاية من زوجة أو أولاد، وينصح من يحيط به في مال في من له صلة به، ويتوجه إلى الله في طلب المعونة. خرج وعليه خلعة من نظر خاص من الاختصاص ينصرف به من المجلس، ويعمل مدة أسبوعه إلى أن يرد على المجلس القادم بما استمع إليه وأنصت، يجاهد نفسه في ذلك ويدافعها ويغالبها ويستعين بالله تعالى عليها، ويطلب الصحبة التي تعينه على هذا الخير، ويستشعر أن صلته بالذين حوله أمانة لا تنفك عن عبوديته لربه قط، فتطلب في صحبته للخلق طلب لقرب الخالق جل جلاله، وينتهي من إذا جاء ذكرهم حذوه إلى الله وذكره إلى الله، ويبتعد عن من يزيدونه غفلة عن الله إذا جاء ذكرهم، وينصح من استطاع أن ينصح، وراتب قلبه لربه بما تعلم. ثم جاء إلى الدرس الذي يليه وجلس في المجلس، فوالله إن نظر الحق جل جلاله إلى قلبه ليس كنظره إلى قلبه لكن كنفسه. إذا وردت على ساحة فضل ربك في الأسبوع القادم إن مد الله بالعمر فوردت، ونظر الله إلى القلب فرأى في القلب أملا بما سمعت وحرصا على طلب القرب، واجهك الله فيما تسمع من الدهر بشيء غير الحروب التي تسمعها، وهو الفتح في الفهم عن الله جل جلاله الذي اذا حصل للقلب تحول القلب الى متلك عن ربه في كل ما يرى وفي كل ما يسمع، بدايه من العلم والنصح الذي يحصل في محاضره، ثم يرتقي الى درجه يصير كل شيء يحيط به يقول له الله الله. وليس هذا الكلام شطحا او تهوكا، فإن هذه المروحة التي تعمل بالكهرباء فتدور لتحرك الهواء لها نوع خطاب يتوجه إليكم يقول لكم الله الله، تقول لكم من الذي سخرني لكم؟ تقول لكم من الذي وهب العقل ما وهب حتى استطاع أن يصلي منزلتي إلى هذا الحد؟ تقول من الذي تاج بإمكاناتي كي أكون في مثل هذا المكان؟ من الذي هيأ هذا؟ الله الله، فهي تقول لكم الله الله. الثوب الذي عليكم يقول له من الذي كساكم وبد والدتكم امهاتكم عرايا، اللقمه التي تاكلونها تقول لكم من الذي رزقكم وقد اشتد جوعكم، ان كل نفس من انفاس المؤمنين حقه، خطاب الى الله يتوجه اليه، ومرتبه كل منكم في القرب من الله في ذلكم اليوم تتفاوت بتفاوت فكره عن ذلك كل شيء يحيط به. فاذا استشعرتم هذا المعنى جاء رجل منكم في الاسبوع القادم ومعه ورق وقلم يكتب به الفوائد التي تنثر والعلوم التي تتوجه اليه، مستشعرا من ذلك طلب ان ينال اجر طالب العلم وكاتب العلم ومحصل العلم، وانصرف ليعلم من يليه. واستشعروا في ذلك ان كل مجلس من هذه المجالس كاف، واحفظوا قلوبكم بهذا المعنى، ان كل مجلس من هذه المجالس وحده مجلس واحد كاهن، لان لا تنصرف من هذا المجلس الا وقد تم الصلح بينك وبين مولاك. كل مجلس من هذه المجالس كاهن، ان تركت ووجهت قلبك الى الذي اكرمك بفضله كاهن، لان لا تنصرف الا وقد صحت نسمتك بربك، كافر بأن لا تنصرف إلا وقد حلت عقدة الإصغاء عن قلبه، كافر بأن لا تنصرف إلا وقد تبدى بأنوار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن القدرة صالحة، إن قدرة الله صالحة ألا تخرج الآن من هذا المجلس إلا وقد برز من حضرة الحق منشور سعادة لك، إلا وقد نادى المولى جبريل يا جبريل إني أحببت فلانا فأحببته، فينادي جبريل في أحد
إن الله قد أحب فلانا فأحبوه غير ذلك من الأمور الكبرى. هذه المناكب وغيرها من العطايا الكبرى قدرة الله صالحة أن تجمع لك الآن في هذا المجلس. المسألة ترجع إلى صحة وجهة قلبك إلى ربك جل جلاله، فوجهوا قلوبكم إلى مالككم واطلقوا حديد نفس الأسئلة، واعلموا أن أوزانكم وأعماركم ونشاطكم وشبابكم وعزلكم وصحتكم وعافيتكم وكل ما أعطاكم الله أمانات جعلها لكم لتعينكم على طلب القرب منه جل جلاله، حتى تستحي من أن تصرف شيئا من ذلك في غير طلب القرب منه، جعلنا الله وإياكم من أهل الذكر عنه جل جلاله.